ايش كثر تتوترين اذا عندكم طلبه بالثانويه وقاعدين يمتحنون؟ صدق يعني انت ما لك شغل بالموضوع لكن اكيد تتوترين. تدرين متى اتوتر؟ لما تشوفهم ما قاعد يدرسون. صح يعني صح. احنا صار عندنا من كم يوم موقف كذي، بنت اختي ما قاعد تدرس، صارت فيها مثل حاله ان هي كل ما تمسك الكتاب بتحس انها نعسانه، فعاد صارت حرب شوي في البيت. اختي منصابه، بنت اختي منصابه. هذا موضوع وايد مهم فاطمه، وغير انه مثلا الطالب ممكن يكتئب فتره الامتحانات او يحس انه هو متضايق، في وقتنا الحالي خصوصا بهذه الفتره من الامتحانات لازم احنا يعني كاولياء امور نركز على الطالب. ليش؟ لان اليوم في وايد امور ممكن تشغله عن التركيز خلينا نقول والمذاكره بالامتحانات، فقاعده تشوفين انه ممكن السوشيال ميديا، الانترنت، وسائل التواصل كلها تشغل الطالب عن المذاكرة. فالتأكيد هذا موضوع وايد مهم، احنا دورنا اليوم ان احنا نقول لهم شنو الاخطاء اللي تصير. عاد دور اولياء الامور هم اللي يختارون ترى المواضيع الزينه واللي يحسون انهم هل يناسبهم هالشيء او ما يناسبهم. انا اعتقد لازم الكل يكون حريص على عياله. فعلا الانترنت والسوشيال ميديا اسماء اخذت الطلبه لعالم ثاني بعيد عن الدراسه. راح نتكلم عن هذا الموضوع مع ضيفتنا المتواجده اليوم معنا في الاستديو، وشو ممكن اولياء الامور يمسكون بزمام الامور ويجذبون ابنائهم للدراسه مع يعني الابتعاد عن السوشيال ميديا ويتعلمون مهارات وعادات يعني ايجابيه. نرحب بضيفتنا في الاستديو الاستاذه هنادي البلوشي، حياك الله معنا. الله يحييك. في شاي الضحى راح نتكلم اكثر عن هذا الموضوع، لكن من بعد ما نشوف هذا الفيديو عفوا عن الحمله الخاصه بهذا الموضوع، نرجع لكم مع ضيفتنا. إذا رجعنا مشاهدينا، والحلو إن إحنا اليوم بنتكلم عن حملة جدا مهمة، وأنا واحدة من الناس شغلني من الحين العنوان اللي اخترته وقت بلا أجهزة. أي نعم. منو يقدر الحين؟ وموضوع هذا يبي له دراسة، يبي لنا الأهل أول شيء يطبقونه بالبيت بعدين عيالهم. صحيح. إحنا هدفنا الأول في الحملة إن إحنا نتواصل مع الأهل ونوعيهم، لأن أنت لما تثقفين أو توعين أم واحدة أنت راح تقدرين تأثرين على 4، 5، 6 أطفال. والأجيال اللي بعدهم وبعدهم، الأم الواحدة تنقل خبراتها لأجيال وأعداد كبيرة من بعدها. نعم. منو يقدر وقت بلا أجهزة؟ كلنا نقدر وقت بلا أجهزة. إحنا هدف الحملة مو إن إحنا نمنع هذه الأجهزة، في فرق. إحنا هدف الحملة إن إحنا نقنن وقت استخدامنا واستخدام أطفالنا لهذه الأجهزة اللي صارت قاعدة تحتل حياتنا وتحتل تفكيرنا وقاعدة تصير بديل حق الحياة الطبيعية اللي المفروض احنا نمارسها. ما بيننا وبين والتواصل، للأسف مواقع التواصل الاجتماعي ما صارت مواقع تواصل، صارت صرنا قاعد نتواصل مع ناس بعاد وننقطع مع الناس القراب. احيانا القراب تتواصلين معاهم بعد في السوشيال ميديا اجتماعي. عادي، ناس قاعدين بالصالة امي قاعدة يمي انا اسولف معاها بالواتساب يعني. اذا نبي نتكلم اكثر عن الطلبة يعني وتخصيص هذا الوقت للدراسة والابتعاد عن الأجهزة، هل من الممكن يعني أن فترة قصيرة أن نمنع الطلبة يعني خاصة أنهم داخلين في حالة إدمان على الأجهزة الإلكترونية؟ إحنا ما نقدر ننكر هذا. صح. الموضوع شلون ممكن أولياء الأمور يمنعون أبنائهم من استخدام الأجهزة الإلكترونية في فترة الدراسة؟ بالتوعية مثل ما قلت لك، إحنا مو هدفنا في الحملة المنع، ولكن هدفنا التقنين والاستخدام الإيجابي. الحملة صارت يعني بفكرة ومن تنظيم دكتور الأطفال دكتور عبد الله شمساح، بوجه له تحية عبر برنامجكم. وهو كان صاحب هذه الفكرة من خلال ممارسته اليومية مع المرضى في العيادة وفي المستشفى. لاحظ أن عدد كبير من الأطفال من المواليد إلى سن 12 و18 حتى اللي هم فئة الطلبة عندهم إدمان رهيب مثل ما قلتي، وقاعد يأثر عليهم صحيا ونفسيا، صعوبات تعلم، صعوبات في النطق، صعوبات في البلع، مشاكل صحية في الأصابع، في الرقبة، في العيون. يتعدى الموضوع إلى مشاكل نفسية. الأطفال قاعدين يتعرضون حق ظروف مو المفروض يتعرضون لها في هذا العمر. في قاعد يصير ناس عندهم اختلالات نفسية عبر السوشيال ميديا، أنت ما تدري من اللي قاعد تكلمينه. لما يستغلون هذول الأطفال لأغراض قد تكون لا أخلاقية، إحنا هنا الطفل في أو الطالب خلينا نقول قاعد ينحط في مواقف حرجة، قد يؤثر هذا حتى على تحصيله العلمي. أول خطوة إن إحنا نوعي الأهل، يا جماعة الموضوع خطر، الموضوع مو مجرد تليفون وآيباد أنت قاعد تخليه بإيد ولدك أو بنتك وخلاص، الموضوع فعلا يحمل أبعاد كبيرة.
ثاني شيء الطلبة خلينا نقول اللي في عمر شوي أكبر يفهمون، لازم حتى المدرسين هو لازم تضافر جهود وهو مو عمل فردي. إحنا نوعي المعلم، نوعي الأم في البيت، حتى العاملة المنزلية اللي هي قاعدة تقضي وقت مع أطفالنا هم لازم يصير عندها هذه التوعية. نقدر نمنع؟ إيه نقدر نمنع. نقدر نقنن؟ إيه نقدر نقنن. لكن هو الموضوع يعتمد على قوتك أنت كأم أو كأب. تقدر تتحمل أن ولدك يبكي؟ خله يبكي، ما يخالف، عشان مصلحته خله يبكي يوم يومين. خله يتخلص من هذا الإدمان. إدمان السوشيال ميديا، إدمان الأجهزة حالة حال أي إدمان ثاني، حالة حال إدمان المخدرات، حالة حال إدمان الكحوليات، حالة حال أي إدمان ثاني. شون في أعراض انسحابية لأي نوع من الإدمان؟ أيضا الأجهزة الذكية لها أعراض انسحابية. المهم إن إحنا نكون عندنا الوعي الكافي ومقتنعين بالفكرة وعندنا القوة إن إحنا نقدم على هذه الخطوة. بالتأكيد لازم يكونون مقتنعين بالبداية أستاذة، يعني اليوم الأهل يدرون ان في خطوره عليهم وعلى عيالهم بالنهايه، ترى حتى هم متضررين لان في وايد امور من تربيتهم حق عيالهم راح تتغير، لان الحين قاعد يتلقى معلومات من الخارج وما تدرين من هالمعلومات هذه، وفي اهل ما يراقبون عيالهم وما يدرون عن وايد امور للاسف. لكن شلون ممكن احنا خلينا نقول كاولياء امور اليوم بالبيت وتوعينهم، يعني دوركم بالحمله هذه ان مثلا الاهل يكون عندهم هذا الوعي، عرفوا كل هالمعلومات، لكن لما يجي وقت تطبيق الموضوع يحس انه صعب لانه هو مو قادر يمتنع عن هالشيء هذا، هو مو قادر يقلل عشان يكون قدوه قدام الطالب. هو هذا هم يعني هدف كان من اهداف حملتنا، ان احنا نوفر الحلول ونوفر بدائل حق هالشيء. راح يكون الموضوع صعب لكن في بدائل ثانيه. احنا بالبدائل اهم شيء. البدائل اول شيء انت كولي امر لازم تقتنع مثل ما قلتي، لازم تكون فاهم شنو الاضرار وان الموضوع مو بسيط، الموضوع فيه فعلا اضرار فعليه على نفسك قبل لا يكون على اي شيء، نفسيا وصحيا من كل الجوانب. البدائل انت لازم تكون قوي، هد جهازك، اقضي وقت اكبر مع ابنائك. هذا اهم شيء انا بالنسبه لي، لانه يعني وايد الاحظ انه في اولياء الامور قاعد يتحلطمون على الموضوع، يتكلمون وايد انه يمسكون عيالنا التليفون 24 ساعه لاهين في السوشيال ميديا. شغلهم دخلهم نادي. هو نفسه ولي الامر 24 ساعه قبل عياله واتساب، انستغرام، سناب شات. ف يعني اذا شايفهم ما يعرفون يلعبون مع عيالهم فاطمه. صح. ما يعرفون يلعبون مع عيالهم. قطله تركب ركب. يقطله تلوين لون طين يلا بس وخر عني وخر عني. ما له خلق يودي ويجيب نادي، ما له خلق ينزل يلعب مع ولده يشاركه، ما له خلق يطلع معاه بالحوش، ما له خلق يروح معاه حديقه ولا بحر ولا حر زحمه، ما له خلق. لا، الموضوع محتاج ان انت تبذل جهد. ما راح يتطلع طفل سوي وصالح في المجتمع اذا انت مالك خلق تربي. البدائل في وايد بدائل، واحنا ان شاء الله عندنا فعاليه يوم الاحد راح نعرض فيها ورش للاطفال بمصاحبه اهاليهم، راح نعرض لهم وايد افكار ممكن يطبقونها بالاضافه الى الندوات النظريه حق اولياء الامور. اول شيء واللي اكثر شيء الدكتور دائما يكون يحرص عليه، سجلوا عيالكم نادي. صح. الرياضه تشغل وقت الطفل. أكيد. وتشغل وقتك انت لما تروح وتوصله وتقعد معاه وتشوفه شلون قاعد يلعب وشلون قاعد يتدرب وشلون قاعد يتطور. واحنا هنا قاعد نتكلم عن كل الاعمار، وبنات وصبيان، في نوادي مختلفه مو بس رياضه، في نوادي ثانيه تتعلم لغات، تتعلم اشغال يدويه. الامور هذه الموضوع كله بس محتاج من الاهل جهد شويه، جهد بسيط استثمره في ابنائك عشان تشوف نتيجة راح تفرحك بهذول الاختيارات. موجودة أستاذة، يعني اليوم إذا بالبيت مثلا الأم تقول أنا ما أعرف شنو أسوي، مثلا ما أعرف ألعبهم. أنا سمعت هالكلام الصراحة من أولياء أمورنا، ما أعرف شلون ألعبهم. النادي في بعض النوادي هي توفر بيئة حق الطفل، ممكن حتى الأم تشارك طفلها. صح. فهم راح يعلمونها أمور يمكن هي ما تعرفها. وبعدين التربية مو بس إن إحنا نجيب عيالنا ونخليهم، يعني لازم نفكر ونحسب حسابنا إن هذول عيالنا لازم نربيهم عدل، لازم نهتم فيهم. في ناس يصير ما لها خلق حتى تنصح عيالها. اليوم يعني من خلال جهودكم لكم دور كبير يعني من هالحملة اللي قاعدين تسوونها، شنو الأمور اللي لازم يقولون حق الأهل إنهم خلاص يتوقفون عنها ويبدون يفتحون صفحة جديدة مع عيالهم وينتبهون حق الأغلاط؟ عيالك أمانة، هذا اللي إحنا نبي نقوله. هذول الأطفال أنت ما جبتهم بالدنيا عشان هم يربون نفسهم بنفسهم. صح. دام أن أنت اتخذت قرار أن أنت تنجب هؤلاء الأبناء، لازم تكون أنت متحمل لمسؤولية وتبعات التربية. التربية مو سهلة، خصوصا في زمننا هذا. الأجهزة الذكية ما شاء الله قاعد تفتح حق الطفل عالم لا الأهل ولا المدرسة قادرة تتحكم من فيه. أول ما ينولد هو يطالع جهاز، ترى على فكرة هذا اللي قاعد يصير الحين. الطفل تحت 3 سنوات مفروض ما يجي جهاز.
لا لا تليفونات لا هو ايباد اكثر شيء يحطونه تابلت الايباد هذيل ما يجلسون تحت 3 سنوات. شنو التاثير السلبي؟ التاثير شو انا شخصيا يعني تجربتي مع ولدي، انا عندي ولد اسمه يوسف عمره سنه وشهرين الله يحفظه يا ربي. من هو صغير قلت وعي مني امانه يعني، وهذا شنو منك تعترفين استاذه يعني قلت تنقلين تجربتك ايضا وكأم جديده طفل يبكي شنو الهي اشغله بالتابلت هذه الاشياء رسوم متحركه اغاني ما ادري هالامور. كان جت فتره ولدي يوميا يقعد بالليل يصرخ يصرخ من قمه راسه حلمان بطنه اسنانه ما ادري شنو نوعا ما. بعدين لما يعني زرنا الدكتور تعرفت اكثر على كلام الدكتور، لا الايباد ممكن يكون له تاثير على هالموضوع. مجرد ما قطعت الايباد الولد الحين قاعد ينام ما شاء الله. يصير يمكن في ارق في فتره في ارق شحنات الكهرباء في المخ تختلف، العيون تضعف، مهارات التواصل اللي المفروض الطفل ينميها من عمر 0 إلى عمر 3 وايد تصير اقل. في اطفال يوصلون لعمر 3 مو مكتسبين المهارات اللغويه اللي المطلوب يكونون واصل اللي المفروض يكونون واصلين لها بهالعمر. بس هم من جانب ثاني يعني انا الاحظ ان في اطفال تلاقين عمر يعني مثلا طفل يكون عمره 4 سنوات 5 سنوات يعرف يستخدم الاجهزه الذكيه احسن منا كلنا الموجودين هنا. فيعني في اولياء امور يقولون لا قاعد يطور نفسه ممكن يدخل في عالم التكنولوجيا ويكون خبير في هذا المجال ويواكب وواكب التطور. خلي واكب بس لمده معينه. احنا ارد اقول فاطمه احنا مو هدفنا المنع، صعب جدا تمنعينه واحنا ما نبي المنع. هو في اشياء وايد مفيده، في اشياء مفيده ما نقدر ننكر هالشيء، قاعد يسهل وايد امور، قاعد يعلم على اطفالنا على وايد امور، لكن ان احنا نبي نوصل فكره تقنين وقت الاستخدام، وهذا الوقت القليل اللي راح تعطين طفلك فيه الجهاز هذا شلون يستخدمه بشكل ايجابي. انا توني قاعده اشوف لقطات يعني فيديو حتى القاعده جلست خلينا نقول الطفل نفسها يعني يحني ظهره، هذه طريقه اصلا وايد تاثر على العمود الفقري، تاثر على الظهر، تاثر على الجسوف، تاثر على الرقبه، يعني هذا يمكن مجرد النظر انت كذا طالع احس جسمي قاعد يعورني، فما بالك كم ساعه يقعدون عليها. ولما تسمعين يعني احنا المتطوعين معانا من مختلف التخصصات اوجه لهم جميعا تحيه، من اطباء، من اختصاصيين نطق، من اخصائيين نفسيين، من اخصائيين اجتماعيين، لما تسمعين الحالات اللي تمر عليهم وكلها مرتبطة بهالأجهزة الذكية تقولين أنا شنو قاعدة أسوي؟ أنا لما أهد ولدي مع هالآيباد 24 ساعة أنا شنو قاعدة أسوي فيه؟ شنو قاعدة أعرضه له؟ الفيديو اللي عرضته قبل المقابلة أحب أوجه تحية حق زميلتنا المتطوعة المخرجة أسماء جابر، وهذا ولدها اللي بالفيديو. يعني هي بروحها هم قالت ان انا ولدي ما كان يعرف ياكل بالقفشه، مع انه بسم الله عليه الحين عمره 3 سنين. بتغيير بسيط بنمط الحياه صار انه يعرف ياكل بالقفشه وياكل بروحه ويتلذذ وبسم الله عليه جسوم، يعني طفل جدا نشيط وجدا متفاعل اجتماعيا. الله يحفظه حق امه وابوه. يحفظه ان شاء الله. يعني في امور سلبيه تترتب على استخدام وادمان الاجهزه الذكيه. الحين الاختبارات يعني اللي المرحله الابتدائيه حتى المتوسطه خلصوا اتوقع الاختبارات، خلصوا فناطرين ناطرين الهدايا. فللاسف اكثر اولياء الامور هديه التفوق ولا هديه النجاح نوع من انواع يعني الديكور في الحياه، انه المفروض تكون عند ابنائهم احدث الاجهزه الذكيه واغلى الاجهزه كشكل اجتماعي، واجهه اجتماعيه لهم. شنو رسالتك لاولياء الامور؟ شنو المفروض تكون أسوأ هديه التفوق؟ أسوأ هديه ممكن اب يقدمها حق ولده جهاز ذكي احدث موديل. بالعكس احنا قاعد نقول خلوا الاجهزه القديمه، تبي تخلصون عيالكم من هذا الادمان اعطوهم جهاز قديم ومكسر ما ينشحن، ينشحن 10% ولا 25% ويطفي عليه البطاريه، ينحط امام الامر الواقع. اما لما انت تجيب له جهاز جديد اكيد ربي ينقضي كل وقته مع اللعبه الجديده، الهديه الجديده. هذه صدمه لما تجيب له جهاز قديم الحين ما شاء الله شو بيكون يبون. انا ترى كنت بقول لك توني من قبل شوي انا عندي فكره وانا اطبقها بالبيت اصلا، اذا خلص الشحن مثلا الاجهزه خليهم مطفيين واشيل الشحن. أيوة. بعدين في طفل لما يدور خاص يمل وبعدين يروح يدور الشاحن خربان. واصلا الحين يعني في من ضمن الاشياء الحلوه بالاجهزه الذكيه الجانب المشرق شوي لا نظلمهم وايد، في برامج وايد تناسب الطفل وبروحها تصير يعني تتسكر تلقائيا بعد وقت معين من الاستخدام. نعم. انت توقتينه حق الطفل نص ساعه ساعه في اليوم
ويخلص ويتسكر وماكو غيره، وكل البرامج اصلا تمسح من الجهاز. صحيح صحيح. يعطيك الف عافيه استاذه هنادي، جدا جدا استمتعنا معك في هذا اللقاء. حبيبتي وانا. والله يوفقكم ان شاء الله يا ربي في العمل اللي قاعدين تقومون فيه، بالنهايه راح يخدمكم ويخدم المجتمع كله. شكرا لك على حضورك. ان شاء الله. شكرا لدعمكم، ومو غريب عليكم وعلى تلفزيون الكويت. تسلمين. الدعم لكل الجهود الشبابيه وكل الجهود ان شاء الله اللي تعمل على رفعه المجتمع الكويتي. شكرا لك، يعطيك الف عافيه. راح ننتقل معاكم لزاوية مميزة من فقراتنا في شاي الضحى، وأيضا في جهود كبيرة قاعد تنبذل في كواليس الدراما لتحضير لشهر رمضان وأعمال مميزة. كاميرا شاي الضحى كانت موجودة في هذه الكواليس، هنشوف التفاصيل من خلال هذه الفقرة.